Jungle. كتير بيجينا سؤال مين فيه سعرات أكتر، الزبدة البلدي ولا الزيت؟ طبعا الزيت بيحتوي على سعرات أعلى، بينما الزبدة البلدي المستخلصة من الحليب البقري أو ما تسمى بزبدة الحليب بتكون سعراتها أقل، لأنه نسبة الدهون فيها 80% فقط. وإذا بنقدر ندخل الزبدة البلدي في أكلنا أو الزيوت زي زيت الزيتون بكون كتير كويس وصحي ومفيد، ولكن برضه بنسبة قليلة.